ما سيفيليزاسيون تاع الكراج تاع هذيك طوروا طوروا صحافيها لي جون ايبول صحافيها لي جون ايبول. السلام عليكم ورحمه الله. الزرف اللي غن وزاره الداخليه اصدرت البارح هذا اللي شفتو انا البارح من قبل نقول لكم علاش ما عنديش عارف وقتاش صدر. المهم انا البارح طلعت عليه بيان متوجه لحزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي اللي تراسه الاستاذه زبيده عسول معروفه بلا الحزب هذايا ماهيش محتاجه الحزب باش تعرف الاستاذه زبيده عسول نشاطها يعني مكثف يكفيها. قبل ما نناقشوا المحتوى تاع البيان خلينا نشوفوا البيان واش نلاحظوا في البيان هذا. كاين اون تيت جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية اكسترا، ومن بعد عندك كاشيرون طابع، ومن بعد مكتوب بيان، من بعد عندك النص في ثلاث فقرات، وفي نهاية النص كاين ثاني الختم طابع ذاك ختم مدور كاشيرو والسلام. شكون اللي مضى البيان عن وزارة الداخلية؟ الوزير؟ لا. الأمين العام من الحزب ما كاش اسمه ما شوفوهش. مدير مركزي اللي قال مثلا هو مسؤول على الأحزاب وعلى الجمعيات ما كاش. بدون إمضاء الأولى تاريخ، وعلاش قلت لكم على باليش وقتاش صدر؟ لا البارح لا البارح وإلى تاريخ ما كاش. هذه تعتبر وثيقة غير قانونية، وثيقة غير قانونية، هذا البيان غير قانوني. والبيان هذا واش راهو يطلب؟ يطلب من الأستاذة زبيدة عسول ومن الحزب ديالها باش يحترموا القانون، واللي كاتب البيان ماهوش محترم القانون، البيان في حد ذاته غير قانوني. واش يقول؟ يقول لك أنهم سجلوا الوضعية غير قانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري به العمل، سيما القانون العضوي 04/12 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول للنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي. بون ما نروحو لا ندورو لا والو، هما قاعدين يدورو ولا ما حبوش يقولوا بلي راه ما عندهاش اعتماد، الحزب هذا ما عندوش اعتماد. قبل كل شيء لازم الناس تعرف بلي في الدول الديمقراطية ماش لي عندها في لونتيب تاعها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي ما تتنافى مع الديمقراطية، لا الدول الديمقراطية اللي ما تحطش الجمهورية الديمقراطية، لا ما يجيش الاعتماد لحزب سياسي من طرف موظف يخدم بالتليفون يعيطوا له يقولوا هذا تعطيه الاعتماد ما تعطيش الاعتماد. سي با كوم سا، تحب دير حزب في دولة ديمقراطية راه شكل ألف حزب لا حبيت. المهم أول منافسة انتخابية تدخلها يلزم هذا، متقولش نقاطع وما نقاطع، تدخل الانتخابات أول منافسة، لأن في الدول الديمقراطية مكانش تزوير، ما تقدرش تقاطع ب وأنت تتحرج بالتزوير، مكانش تزوير. تدخل إذا جبت 5% وما فوق عندك الاعتماد. الاعتماد تجيبه من الصندوق السي، ماشي يعطيهولك واحد مبركل
يسنف اوامر من عند واحد عنده رونجير سلابس رونجير ولا في كلاشينكو باش يقول له هذا تعطيه ولا ما تعطيهش اعتماد. كاش دونك الاعتماد يجي من الصندوق اكثر من العقل. اعملوا انتخابات نزيهة نظيفة خالية من التزوير وتشوفوا الناس تقدم. ذاك الوقت لا راندي ولا فلان ولا حزاب الكرتونية كامل ياكلهم بوبي ياكلهم بوبي. هذا هو درك. انت تقول الاستاذة زبدة عسول يزمك تحترمي القانون وكذا سينو تهدوا فيها بالمتابعة. اي واش يقول قانونكم للي يدير حزب لا ما لا واش راح ديروه دابور ما تحكمش عليها هي باسكو نتوما تقولوا تقولوا بلي ما راهيش رئيسة نتوما ما تعترفوا لهاش بصفة رئيسة وبالتالي ما عندكم ما ديروها. ولكن الناس اللي يروح عاقبوها اشنقوها روحوا شنقوها في لابلاس بيبليك راح يتحل المشكلة تاع الجزائر. نو سي سا المشكل معاكم انتم لما تطبقوا القانون حتى لو تطبقوه تطبيق قوانين ما يحلش مشكلها في الجزائر. ودابور متى كان للعصابة دولة؟ متى كان للعصابة دولة وقوانين؟ الشعب يظل يطالب بتطبيق القانون. الشعب يظل يطالب بتطبيق المادة 7 و8 تاع الدستور اللي يعتبر القانون الأساسي للبلاد. ما بغيتوش تسمعوه. ما بغيتوش تسمعوه، ما تحبوش تطبقوا القانون الأساسي، الدستور ما تحبوش تطبقوه. يعني هذا القانون الأساسي، إذا ما احترمتوش راح كلش. تجي تقول لها أنت احترمي قانون كذا منا 42 وزيرو كذا. وباش تقول لها احترمي القانون بوثيقة غير قانونية. ما فيهاش تاريخ، وما فيهاش الإمضاء. وعلاش ما فيهاش الإمضاء؟ على اختراكس بالرغم انهم ازلام تاع العصابه وبالرغم انهم ياكلوا في اناء العصابه ياكلوا في القصعه تاع العصابه ولكن يحشموا يحطوا اسماواتهم في نصوص كما هذه لانهم يعيفوا العصابه اللي يخدموا عندها لان العصابه هذه الناس كلها تعيفها بما في ذلك هما في بعضهم. نهار تعود هذه العصابه تكف على التصوير ذاك الوقت الناس تطبق القانون والناس تروح تجيب الاعتماد تاعها من الصندوق. ما اما العصابة تزور في الفوتبال تزور في الفروسية فيدراسيون تاع سبور كاسر تاع الخيول لا حطوا وحدة مترشحة وحدة ما كاش معها مناس باش ما يفسدولهمش التزوير ديالهم. انت راجل مريض وهو ماتلهم وجنابي ما هو جزائري يزوروا له اسمه باش يدخلوا للسبيطار ويموت في السبيطار واش من اسم يخرجوه من السبيطار. قال توفي محمد بن بعطوش هكذا ياك هو اسمه ابراهيم غالي بيتو تزوروه خي حالي. الله يقدر الخير لبلادنا يا خط الله يقدر الخير لبلادنا يعني فيها بركه مع هذا مع العصابه ما عرفناش كاش نديرو. ربي يعجل رحيل هذا شو صحة فطوركم وصحة سحوركم والسلام عليكم. صحافي حر لجمع الدور صحافي حر صحافي حر لجمع الدور صحافي حر لجمع الدور صحافي حر لجمع الدور. خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا طوروا صحافي حر لجمع الدور صحافي حر في جمع الدور صحافي حر.